أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هو المحمود في كل وقت وفي كل حين، له الحمد قبل الرضا وله الحمد حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضا، وله الحمد أبدا أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله، سيد الأولين وسيد الآخرين وإمام رسل الله أجمعين، هو القائل صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله عز وجل أن يغفر به عاما. اللهم صلي وسلم وبارك دائما أبدا عليك يا سيدي يا رسول الله. وبعد، أيها السادة الكرام، كما علمنا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها عسى أن تصيبكم نفحة من نفحات ربكم لا تشقوا بعدها أبدا. فإذا كنا استمعنا منذ قليل لقول ربنا تبارك وتعالى والآيات من سورة النساء، وكان مما تلي علينا قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أصل العبادة هي الخضوع والإذعان لله. واعبدوا الله أي لا يكن خضوعكم ولا إذعانكم إلا لله تبارك وتعالى، فلا معبود بحق إلا الله، ولا ترفع الأيدي بحق إلا لله، كما قال في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. خلي بالك، قضى حكم وأمر، وإذا قضى الله وحكم الله فالحكم نافذ لا استئناف فيه ولا نقض ولا إبرار، حكم نهائي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا في النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يظن الناس واننا على الملة والحمد لله، وجميعنا يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وجميعنا يصلي الصلوات المفروضة، وجميعنا يصوم رمضان، وجميعنا إلا من لم يوفقه الله يبني بماله مع أنه وصل الزكاة فيه نصابها، والكل منا يحج إن استطاع إلى الحج سبيلا. فهيقول إزاي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أنا لا أشرك بالله. الشرك يا سادة على نوعين اثنين: النوع الاول وهو الشرك الاكبر، اما النوع الثاني ويسمى بالشرك الاصغر. الشرك الاكبر ان تجعل لله ندا وقد خلقك، يعني كافر بالكلية، يعبد الها من غير
الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ركز ركز. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ده الشرك الأكبر. طب الشرك الأصغر؟ انت تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله ان استطعت، ولكن كل العبادات فيها نظر. تصلي ليقول عنك الناس انك مصلي، تتصدق ليقول عنك الناس انك معطاء، تخرج للجهاد ليقول عنك الناس شجاع، واخذت حظك في الدنيا من كل ذلك، او اعتمدت على مالك وتركت الله. اصغر. اعتمدت على منصبك وتركت الله. شرك اصغر. اعتمدت على المحسوبيات والمعارف. شرك اصغر. ليس الشرك بالمعنى الذي يتبادر الى الذهن بانه هو الكفر بالله وحسب، والا ما قال صلى الله عليه وسلم. خلي بالك عشان تتعلم مفردات اللغة العربية تستخدم في مواضعها مع احتياجها لعقل فاهم. لما سيدنا النبي قال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: لما يا رسول الله؟ هما الستات كلهم يخشوا النار. يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكفرن. خلي بالك، الكفر هو ده نوع كفر جديد، بس مش كفر بالله. فقلنا: نكفر بالله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن كنا تكفرن العشير، يعني الأزواج. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طب وبعدين؟ وبالوالدين إحسانا. لو ظللنا نتحدث عن حق الوالدين وفضل الوالدين محتاج اعوام، لكن الله عز وجل، يعني لما تيجي تصلي اوعى تفكر حضرتك ان دي صلاتك دي عائدة على الله. ابدا. انت بتصلي لنفسك، ولما بتطلع صدقة اوعى تفكر حضرتك ان الفقير محتاج ليها بس، لا، ده انت اكثر احتياجا لثواب الصدقة من الفقير الذي تعطيه. عشان تعرف اصل العبادة، اصل القرب من الله تبارك وتعالى، انت اللي محتاج العبادة لله. ولذلك جاء في الحديث القدسي، يا سلام، ده ربنا تبارك وتعالى لطيف ورحيم. جاء في الحديث القدسي قول رب العزة تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، يعني من أول آدم لحد ملك يوم الدين، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يعني الثقلين من الجن والإنس، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. يعني احنا الكل كده بالعبارة السهلة كنا أنبياء.
لو احنا الكل في علاقتنا مع الله علاقة انبياء، يعني لسانك ما بتخرجش منه العيب، يعني وقتك كله كله مشغول في العبادة مع الله. لو احنا الكل بهذا الشكل، شوف ربنا بيقول لك ايه، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني السماوات هيبقوا ايه، سبعة تسعة عشرة؟ طب الاراضين هيبقوا ايه، تمانية تسعة عشرة؟ عرش الرحمن هيكبر؟ ابدا، غير محتاج. يا عباد لو ان اولك واخرك وانسك وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم، لو احنا الكل فرعون، لو احنا الكل هامان، لو احنا الكل والعياذ بالله ابي بن خلف عصاه عتاه، ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو انكم وقفتم جميعا في مكان واحد، وفي رواية في صعيد واحد، فسأل كل واحد منكم مسألته. اللي عايز ينجح يا رب نجحني واجيب 99 او 9 من 10، واللي عايز فلوس يا رب اديني اموال مليارات، واللي عايز اراضي يا رب ابعت لي فدادين، واللي عايز عمارات يا رب ابعت لي عمارات، واللي عايز ابناء من الذكور والبنات يا رب ابعت له. فسأل كل واحد منكم مسألته فأعطيته. وخلي بالك من الفاء، يعني اول ما تقول يا رب خد بيسموها فاء السرعة، واخد بالك؟ فأعطيته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط، يعني إبرة الخياط إذا غمس في الماء. شوف بحر وانت حط فيه الإبرة وطلع الإبرة، هل ينقص من ماء البحر شيئا؟ طب امال ربنا تبارك وتعالى تعبنا ليه في الصلاة والصوم؟ هو مش تعبك، مش تعبك، ده هو عايز يبص مع علمه القديم تبارك وتعالى اراد ان يبتليك ويختبرك هل تستجيب لامر الله تبارك وتعالى ام ستعصي امره تبارك وتعالى. عايز يعمل لك اختبار عشان يشوف مين هينجح، وبالتالي يدخله الله عز وجل جنة عرضها السماوات والأرض وعدت لمين؟ ما هم دول الناجحين المتقين اللي قال فيهم ربنا ايه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أنا عايز أوصل للدرجة دي، زي ما قال لك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انت بتحب الاموال اللي انت سألت الله اياها طلع منها، بتحب الاراضي اللي انت سألت الله ان يعطيك اياها تصدق مما تخرج، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ارجع للمتقين، هم نفس الصفات، الذين ينفقون في السراء والضراء. استوت عندهم نفقة السر مع نفقة العلن، استوت عندهم نفقة الفرح مع نفقة الحزن. مش بس لما ابني ينجح اطلع، مش بس لما اكون صحيح اطلع، لو انا عيان برضو اطلع. استوت عندهم النفقة، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
بالك من المنهج ده عشان مصايبنا كلها حلها في الآية ده. انفاق مما اعطاك الله في السر وفي العلن في السراء والضراء كظم وغيظ. خناجة تقوم على كلمة. خناجة تقوم على ايه؟ على كلمة. طب ماذا لو كظمت غيظك؟ دوس على نفسك شوي. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة بالصاد مش بالسين بالصاد ليس الشديد بالسرعة يعني اللي يقدر يسرع غيره لا مش ده الشديد مش ده الشديد ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. يا سلام المشكلة حصلت قول استغفر الله العظيم بس خد نفس وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كظم الغيظ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اعفو عن غيرك يا أخي. قال الله وأن تعفو أقرب للتقوى. قال سيدنا النبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كل الكلام ده وانت مفكر ان انت ابو زيد في حل المشاكل. بص والله لو عملوا فينا 10 من عيلتنا هيروحوا هناك هنخلص. خلص على ايه؟ نسيت. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس عشان تخش في الحبة اللي جايين دول. والله يحب المحسنين. عمرك ما هتبقى محسن ابدا ولا من المتقين ابدا الا اذا اتصفت بالصفات دي. تنفق في السراء والضراء تكظم الغيظ تعفو عن الناس عشان تبقى من المحسنين. او في ناس يذهبون الى الله عز وجل باكوام اكوام من الحسنات وبعدين لما يجي على الميزان هف مفيش. الله فين الصوم والصلاة والزكاة؟ مفلس مفلس. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ده اللي كان معايا وعملت وسويت صفر. ولذلك قدر حياتك زي ما سيدنا النبي علمنا اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا. مش عيب اشتغل واجري واكسب بس ما تفرطش في حقوق الله. لا تؤخر فرائض الله. اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لآخرتك الموت كأنك تموت غدا. زي ما يكون عندك علم كده اهو هتموت بكره. تخيل لو ان الله عز وجل لم يخفي الآجال واعلم كل واحد منا بموعد موته والله العظيم كل واحد فينا هيعمل صومعه خلوه عشان يتعبد ويتحنس ويعبد الله تبارك وتعالى اناء الليل واطراف النهار. فسيدنا النبي بيقول لك العبد بين مخافتين. انت عيش بين المخافتين دول. وهو اللي قال لك برضه ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. بس خلي بالك ولا تبغ الفساد في الارض. عيش عبد رباني لله رب العالمين. عارف لو ظبطت حياتك
على هذا المنهج واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تنظم بين علاقاتك مع الله، علاقاتك مع نفسك، ثم علاقاتك مع الناس. هم ثلاثة، هم علاقتك مع الله، وبعدين علاقتك مع نفسك، وبعدين علاقتك مع الناس. ايه اللي ينظم الثلاثة دول؟ اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله عز وجل ما بينك وبين الناس. مش سيدنا النبي اللي قال كده؟ قال رب عبد اشعث اغبر لو اقسم على الله لا بره. تلاقي واحد كده اول ما تشوفه تقع محبته في قلبك، ده القبول. ده الايه؟ القبول. ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل. هو جبريل، جبريل الروح القدس، اني احب فلانا فاحبه. ثم ينادي جبريل يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبه، فيحبه اهل السماء بالفاء برضو سرعة. ثم يكتب له القبول في الارض. هم دول، هم دول اللي ربنا قال لنا عشان نصلح المنهج بتاعنا، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، وحد الله، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. اولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هو رزق الكريم الجنة، وانت بتسعى في حياتك كلها عشان ايه؟ عشان الجنة، ومش هيدخلها الا اللي نفذ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الممتثلين لأمره واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأسأل الحق تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم والسامعين والحاضرين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. داعيا الله تبارك وتعالى أن يغفر لأمنا الراحلة. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها ووسع مدخلها وأمن روعتها. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز اللهم عن سيئاتها. كما نسألك يا ربنا أن تجمعنا بها وبسيد الأولين والآخرين في مستقر رحمتك وفي دار كرامتك في الجنة، اللهم آمين. شاكرا لحضراتكم حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.